مدام معرسه انت مطلقه فطور باش نسالك على الحب وانت تعطيني رايك شنو الفرق بين الحب قبل واليوم؟ اليوم خير بحكم اللي معناها واحد كبر ولا يعرف قبل الحب ما نعرفوش معناها حب تقول حب وكها اما توا واحد ناضج ويعرف شنو معناها الحب توا خير. كان قبل يجيو كادوات في عيد الحب؟ يجيوني شنو جاي؟ ورد ما عرفش انا كي كنت صغيره معناها تحكي لي دبدوب لبسه هكيكا. اليوم شنو الحب؟ ما تفسير الحب بالنسبه مفهوم الحب عندك؟ الحب مش كلام، الحب فعل، فهمت؟ الحب معناه مش عبد باش يقول لك راني نحبك سي بون معناه يحبك، ها فعل. شكون تقول نحب؟ اولادي نقول لهم نحبك ونحبكم وعائلتي وحبي بالطبيعه وحبي حبي كوكو حبي كوكو حبي حبي نقول راني موت عليك. نحكيو شويه في السوجي العرس. العرس قبل والعرس اليوم؟ العرس اليوم كان ما جيتش معناها ندمت على العرس راني ما طلقتش. علاش يوصلوا بنات تندم على العرس؟ خاطر عرسه صغار فهمت، واول واحد معناها زدف هكايا خذته ما قعدتش تخمم ما خرجتش معاه ما صار شيء معناها بيناتهم فهمت، حبت تعرس هكا عرس عملت عرس. شنو هي اسباب الطلاق اليوم في تونس؟ الخيانه، تطيح القدر، اعطيني من غادي خاول، تطيح القدر، الخيانه، الراجل ما يقدرش المراه، ما يعرفش قيمتها، يلزمها تطلقوا معناها وتشوف غيره، الفلوس بطبيعته مسكين زوالي راجل تونسي، تولي هي معناها تقول لك هيا خويا خلينا نطلقوا خير. شنو رايك في جواز زواج التجربه؟ تجربه ما نعرفوش. يعرسوا 3 سنين، كان ما نجحتش الحكايه طلقوا. والله تنجم تنجح بيه يعني تساعد يتساعد بالتراضي راه بالتراضي تساعد يتساعد على الاخر ما غير صغاره نورمال غير صغار كان فما موجوده تنعرس من توا قابله انت انك تعاود حيط بيان سور ما زدت صغيره انا يعني نجم نعاود حتى مرتين ولا ثلاثه قداش عمرك انت خليه 28 عمري ما تبينش 28 عمري ولدي 3 سنين ونص وعندي بنتي 8 سنين ونعاود نعرس مرتين ثلاثة أربعة اللي باش تصدف معاه ونطول معاه نقعد معاه. معناها أنت اليوم زواجك المرة الثانية أنت قابلة أنه يكون عن حب ولا هكا تحب تعاود حياتك وكا؟ لي عن حب، علاش باش نعاود حياتي سامحني؟ عن حب يلزمني نكون نحب ونموت عليه وهو زاد كيف كيف. فما شكون هكا؟ بيان سور. عندك شكون في حياتك تو؟ نموت عليه. شو بتهدي له في هذا الحب؟ عنده أنا هديت له روحي بكل ما لي هو يهدي لي بالطبيعه واني لنثى خاطر ديما هي اللي تدلل مش الراجل اللي يدلل انا اختي اللي معايا يحب هو يدللني وانا من غير ما ناخذوش شيء كي نبدا معاه هذيك اكبر كادو. حسب رايك شنو تتوقع يجيب لك في هذا الحب؟ نورمالمون وعدني بسلسله ذهب والله اعلم كان ما طلعش يكذب معناها. هاكا باش تفتحوا قدامه 12 مليون تونسي يا ولدي ما تجيبليش الشركه الذهب نقطع ما عادش فاهم العرس لحتى موضوع. هكا معناها اليوم تقول بعد ما كانت تجربه الزواج الاولى نقولوا ما نجحت فيشله اليوم انك تعاود حياتك قرار مقتنعه به مقتنعه به مقتنعة بيه وإن شاء الله ربي يطول عشرتنا إني قلت لك وإن شاء الله ربي اللي فيه الخير ربي يسهل فيه وكا. سؤال آخر فما بعض النساء تطلق تقول لك تبدا عندها صغار تقول لك لا ما نعاودش حياتي باش نتلهي ربي في أولادي وصغاري شنو تقول؟ والله أختي يكذبوا عليك حتى كانت ربي في أولادها راهي عايشة قصة حب وراهي عايشة هي وصاحبها وجوها باهي يكذبوا عليك تقول لك لا أنا على خاطر صغاري سامحني عايشة أختي عمري 28 سنة باش نتهجل على خاطرهم أنا أولادي ربي فضلهم لي أولادي ديجا عندي معني مانيش مطيشتهم مازال أنا يلزمني نلقى شكون اللي دللني واللي فهمت.